سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدات السادة الحضور، بطلنا الكبير، إخواننا الأعزاء، أخواتنا العزيزات، أصحاب الإخوان الصحفة، مرحبا بكم. وهذا يوم كبير ويوم مبارك، فالإقليم مبارك إن شاء الله بحول الله. إلا كي تذكروا الإخوان اللي كانوا حاضرين معنا الوقت اللي توجنا، الزملاء ديالكم الرياضيين ديال الفوتسال، قلنا واحد الكلمة، قلنا بأن الإقليم ديال القنيطرة، المدينة ديال القنيطرة، مدينة ولادة، مدينة الأبطال ومدينة البطلات. اليوم هالشيء هذا كيتأكد مرة على مرة، شاء الله الحمد لله. اليوم احنا في صلاة تكريم أحد الأبطال، أحد الأبناء الأبرار ديال الإقليم ديال القنيطرة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله بحول الله، النجاح في المسيرة ديالو. وبهذا النجاح اللي برزوه لحد الآن، مكن الجامعة الملكية المغربية للرياضات المائية والإقليم كذلك أنهم يمشيوا ويكونوا أول من افتتح المشاركة إن شاء الله ديالنا إلى كتب الله في طوكيو في الألعاب الأولمبية. المرتبة الأولى كنشكرهم بزاف، كنعاود نشكرهم على هذا. ألوغ الحمد لله، فرحان بزاف بالتتويج هذا اللي دارته هي بنيتي والعمالة ديال القنيطرة والعامل والوالدين ديالي اللي شرف على التنظيم هذا وسي عبد الحميد السواري. وما ننساش بيان سور حلالة بويز اللي جاو وشجعوني واللي ديما كيشجعوني هذا باش نكون مرة. أنا فرحان بزاف حيت الحمد لله شرفت مدينة قنيطرة وشرفت المهدية وشرفت المغرب وبطولة العالم، حصلت على المرتبة الأولى وفزت على ستة ديال أبطال العالم اللي كانوا في دور ديالي، وكنت كنحلم أنني نكون بحالهم الحمد لله صراحة أنني نتغلب عليهم. الأوبجيكتيف ديالي ديال هذا العام هي ربح بطولة أوروبا حيت ربحت المرحلة الأولى في البرتغال، والمرتبة الثانية ربحها بصديقي إبراهيم ديدوش صديقي المبارك في فرنسا. ألوغ فوالا دابا حنايا مكلاسين الأولى في الكلاسمون جينيرال ديال أوروبا. الأوبجيكتيف كيما قلت لكم واحد مغربي يكون شامبيون دوروب عاوتاني ديال هذا العام. بالنسبة لبطولة أوروبا اللي ربحت في فرنسا كان النيفو طالع بزاف، وأنا استطعت أنني نتوفق ونجي في المرتبة الأولى، فأنا فرحان بزاف. وكان هدي هاد الجائزة هادي لجميع المغاربة وجميع لي سبونسور ديالي والعائلة